أكثر من 1400 هكتار من أشجار الزيتون المنتجة للزيت هي المساحة التي أضيفت لدعم هذه الشعبة بعدما عرفت السنة الفارطة تقدماً ملحوظاً، حيث ومن المنتظر بعد إعطاء إشارة عمليات الجني إنتاج ما يربع عن 11 ألف هكتوليتر من زيت الزيتون الخالص، والذي يعتبر من أجود الزيوت. غرسنا أكثر من 1400 هكتار، زدناها زيادة على المساحة الموجودة اللي تقدر حاليا بحوالي 6000، أكثر من 6000 هكتار، بمقدر إنتاج تاع الزيت. العام اللي فات كنا في حوالي 7000 لتر هكتوليتر سنة، ربما لي بريفيزيون تاعنا يعني التوقعات تاعنا نفوق 11000 هكتوليتر. هذا وقد تتوسع رقعة التصدير الخاصة بزيت الزيتون إلى نحو الدول الخليجية بعد نجاح التجربة مع بعض الدول الإفريقية والأوروبية. صدرنا مثلا لجيراننا من موريتانيا، مشينا لفرنسا، كاين باكستان، وعندنا إن شاء الله عقود عملناهم مع الدول الخليجية هذا السنة إن شاء الله مع الموسم الجديد، باش نصدروا أكبر كمية أكبر من العام الماضي إن شاء الله. للإشارة، وبعد إخضاعها للشروط القانونية واستنتاج توافقها مع المعايير الدولية، ستشارك ولاية شلف في الصالون الدولي لزيت الزيتون بمدريد المزمع تنظيمه في مارس 2020.